يوم 5 أكتوبر 1990 كان الجندي أيمن محمد حسن في نوبة خدمته على الحدود المصرية، وتحديداً في رأس النقب بسهل وادي القمر الملاصقة تماماً مع حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء نوبة الحراسة تفاجأ بجندي إسرائيلي أمامه مباشرة، فتح باب عربيته، طلع علم مصر ومسح بجزمته. اليوم ده كان 5 أكتوبر 1990 المتزامن مع بداية الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيدة. الجندي الإسرائيلي لما عمل كده كان بيوصل رسالة استفزازية لأيمن، عايز يقوله إن أنت وبلدك وعلم بلدك على الجزمة. أيمن لما شاف المنظر راح على القائد بتاعه بلغه باللي حصل. رد القائد عليه وقال له خلاص يا أيمن أنت بلغتني وأنا هبلغ القيادة وأكيد هنتصرف في الموضوع ده. بعد وقعة العلم بثلاث أيام وتحديدا يوم 8 أكتوبر 1990 تحصل مذبحة المسجد الأقصى اللي راح ضحيتها 21 شهيد فلسطيني وإصابة 150 على إيد جيش الاحتلال الإسرائيلي. كل ده وأيمن في انتظار الرد من القائد بتاعه يجي يقول له خلاص يا أيمن احنا تصرفنا أو جبنا حق العلم، لكن للأسف ولحد اللحظة دي ما كانش فيه أي رد من القيادة بتاعته. ويوم 9 أكتوبر 1990 وأثناء وجود أيمن بنوبة حراسته تفاجأ بنفس الجندي الإسرائيلي جاي وقدام أيمن مباشرة، فتح باب عربيته، نزلت منها جندية إسرائيلية وفردوا علم مصر على الأرض ومرسوا الرذيلة على العلم. أيمن لما شاف المنظر ده قال نصا وحرفا طلبت موتك يا عجل، ومن اللحظة دي قرر أيمن الانتقام من العجل الإسرائيلي. في حلقة النهاردة هكلمك عن ابن مركز فاقوس محافظة الشرقية، هكلمك عن بطل عملية رأس النقب، البطل أيمن محمد حسن. في البداية أيمن كان واخد قراره أنه يتخلص من الجندي الإسرائيلي ده لوحده، ولكن ردا على إهانة العلم المصري للمرة التانية وثأرا لشهدائنا الفلسطينيين قرر أيمن أنها تكون عملية انتقامية على أوسع نطاق عشان يقدر يتخلص من أكبر عدد من جنود الاحتلال. وطبعا عملية بالشكل ده كانت محتاجة منه ترتيبات كتيرة جدا، وخصوصا أنه هيقوم بالعملية لوحده وبدون علم قياداته أو حتى زمايله. قابلت أيمن مجموعة من المشاكل كان واجب عليه حلها عشان يعرف يقوم بالعملية. المشكلة الأولى كانت لياقته البدنية، لأن أيمن في الفترة دي كان لسه خارج من عملية جراحية وكان القائد بتاعه حطه في النقطة دي بالذات عشان يرتاح من التدريبات. يعني معنى كده إن أيمن لياقته البدنية في الوقت ده تقريبا كانت صفر. المشكلة التانية هي توفير السلاح والذخيرة، لأن الذخيرة المتواجدة معاه لا يمكن تكفي العملية اللي هيقوم بيها. المشكلة التالتة إن أيمن ما كانش ينفع يروح ينفذ العملية بشكل عشوائي وخلاص، وإلا كان هيموت مع أول خطوة يخطيها جوه الحدود، وكان لازم إنه يعمل رصد واستطلاع ومراقبة لحركة الدوريات والأتوبيسات، والأهم من ده كله إنه يرصد مواعيد خدمة وأجازات الجندي الإسرائيلي العجل اللي رايح ينفذ العملية مخصوص عشان. بعد ما أيمن حدد مشكلاته ورسم خطته بدأ في التنفيذ فورا، وأول حاجة بدأ ينفذها هي رفع لياقته البدنية لدرجة إنه كان بيجري كل يوم 15 كيلو كاملين، وعلى مدار 45 يوم كاملين أيمن بيراقب كل تحركاتهم، تحركات الجندي الإسرائيلي والدوريات والأتوبيسات، لدرجة إنه جاب كشكول وعمله بالظبط زي دفتر الأحوال، وبقى بيكتب تحركاتهم بالساعة والدقيقة والثانية عشان يضمن إن وقت تنفيذ العملية كل حاجة تبقى صح، والأهم إن الجندي المطلوب يكون موجود في الخدمة مش أجازة. وقبل ميعاد التنفيذ أيمن أخد أجازة ونزل سلم على أهله كلهم واحد واحد وسدد كل ديونه، وكتب جواب لأبوه قال له فيه احتسبني شهيدا عند الله، لحد ما جه يوم التنفيذ. ولحد اللحظة دي أيمن ما كانش لسه جهز السلاح والذخيرة اللي هيستخدمهم في العملية. وهنا أيمن كان واخد القرار بحاجة من اتنين، القرار الأول إنه يتسلل لغرفة السلاح وياخد منها السلاح والذخيرة اللي هو عايزهم من غير ما أي حد يشوفه، ولكن المشكلة إن دايما غرفة السلاح ليك فيها أفراد أمن وحراسة من زمايله. ساعتها أيمن كان هيلجأ للقرار التاني وهو إنه يثبت زمايله بالسلاح وياخد الذخيرة اللي هو عايزها ويمشي، وهنا كانت هتحصل كارثة، وإن طبعا زمايله هيضطروا إنهم يدافعوا عن غرفة السلاح، وأكيد كان هيحصل اشتباك بينهم، وده اللي للأسف كانت هتبقى نتيجته إن واحد منهم هيقع. ولكن أيمن كان في معية الله، وبالفعل يجي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى.
أيمن وهو واقف وعينه على غرفة السلاح ليك، سمع صوت القائد وهو بينده على واحد من العساكر يجي يشغل التلفزيون ويركب البطاريات عشان في ماتش مهم جدا لمصر. وبالفعل يشغلوا التلفزيون والقائد ينده على كل العساكر ويلتفوا حواليه وحوالين التلفزيون وتفضى غرفة السلاح تماما. ساعتها أيمن دخل بسرعة لغرفة السلاح، أخذ منها بالظبط 15 خزنة بمعدل 421 طلقة، وأخذ حزامين لفهم حوالين وسطه وسمى الله وتوكل على الله. وحانت ساعة التنفيذ، كانت الدنيا ليلت تماما. أيمن تسلل من وحدته، نزل التبة، عدى السلك الشايك، أصبح داخل حدود دولة الاحتلال. ودخل أيمن الحدود واختبأ في نقطة كان سبق حددها قبل كده في خطته. النقطة دي بلغة الجيش بيقولوا عليها النقطة العمية أو النقطة الميتة، وهي عبارة عن تجويف جبلي مغطى بالصخور، عشان وهو مستخبي جوه أي دورية معدية محدش يشوفه تماما. النقطة العمية دي أيمن اختارها بمنتهى الذكاء، لأنها كانت موجودة عند ملف في طريق صخري، كل العربيات لازم تعدي من الملف ده إجباري، وساعتها هتبقى في مرمى التصويب المباشر مع بندقية أيمن حسن. وكانت خطة أيمن إنه يرقد في مكانه، تيجي الدورية أو الأتوبيس عشان يلفه من عند الملف الصخري الإجباري، فيبدأ أيمن يتعامل مع السواق يموت، الأتوبيس طبعا ما يلفش، يلبس في الصخر يتقلب، يقوم أيمن جري يروح على الأتوبيس، وقبل ما يفوقوا من الصدمة يتعامل معاهم بضرب النار يموتهم كلهم. أثناء الاختباء أيمن حس إن الأحزمة الملفوفة حوالين وسطه واللي شايل فيها خزن الذخيرة إنها مضايقاه ومش عارف يقعد منها، قام يحاول يعدل الأحزمة حوالين وسطه، ولكن في نفس اللحظة بتمر أول عربية إسرائيلية قدام أيمن. السواق الإسرائيلي شافه وهو مختبئ، حاول إنه يزود سرعة العربية، لكن أيمن وفي منتهى السرعة قام من ورا الصخرة وفرغ فيه 3 دفعات كاملين خلص علف العربية. وهنا بتحصل الصدفة والمفاجأة اللي أيمن ما كانش عامل حسابه عليها ولا رصدها أثناء فترة المراقبة. ظهرت عربية إسرائيلية عليها 2 جهاز ومدفع فيكرز، وطلعت إنها تبع المخابرات الإسرائيلية. ساعتها بقى أيمن وارتجاليا بدون أي تخطيط مسبق، أيمن جري أخد حاجة اسمها وضع 45x45 عشان يسهل عليه يعمل حاجة اسمها كمين وإغارة وتطهير، وبالفعل قرب منهم فرغ فيهم دفعة كاملة خلص عليهم. المفاجأة بقى إن اللي كان جوه العربية عميد في المخابرات الإسرائيلية، وإسرائيل نفسها بعد كده لما أعلنت عن العملية قالت إن واحد من ضمن 5 قيادات في مفاعل ديمونة. مفيش دقيقتين وظهر أول أتوبيس خاص بالعساكر. أيمن هنا نفذ خطته، خطة الكمين والإغارة والتطهير، لكن المرة دي كانت إغارة أمامية مش من الخلف. ساعتها فرغ الخزنة في السواق واللي جنبه، فالأتوبيس موقفش، لبس في الصخر، اتقلب، جري أيمن على الأتوبيس، فرغ فيهم خزنتين، مات اللي مات واتصاب اللي اتصاب. مفيش دقايق وظهر أتوبيس الضباط اللي هم أصلا كانوا سمعوا صوت ضرب النار. سواق الأتوبيس شاف الأتوبيس التاني قدامه وهو مقلوب، بدأ إنه يقلل سرعته. ساعتها أيمن تأكد إن الضباط لو نزلوا من العربية هيعملوا انتشار، ومليون في المية مش هيعرف يسيطر على الوضع. عشان كده كان كل هدف أيمن إنه يخليهم كلهم متجمعين في مكان واحد عشان يعرف يتعامل معاهم. في اللحظة دي وعشان تعرف إن أيمن كان في معية الله، لجأ لحيلة في منتهى الذكاء، استغل إن الدنيا ليل وعمل نفسه كأنه مصاب وداخل على الأتوبيس. استغل إن الدنيا ليل ومش هيعرفوا يميزوا الملابس اللي هو لابسها، هل هي ملابس مصرية ولا ملابس إسرائيلية. وأول ما الأتوبيس قرب من أيمن وحس خلاص إنهم هيميزوه، فتح النار عليهم وبدأ بالسواق واللي جنبه عشان يشل حركة الأتوبيس تماما. مات السواق ومات اللي جنبه. اشتبك أيمن مع 7 ضباط كانوا موجودين في الأتوبيس، وكان توفيق ربنا سبحانه وتعالى إنه قدر يصفيهم بالكامل بعد ما استهلكوا معاه 7 خزن كاملين. خلص أيمن عليهم وتفاجأ قدامه بمين؟ بالعسكري الإسرائيلي العجل اللي رايح عشانه مخصوص، بينه وبينه مسافة 10 متر. طلع أيمن سلاحه وحرفيا غربله، لدرجة إن تقرير الصفة التشريحية بعد كده قال إن العسكري ده أخد 16 طلقة في منطقة الصدر فقط، منهم 11 طلقة في منطقة القلب. وانتهت العملية وكانت النتيجة مقتل 21 ضابط وجند إسرائيلي وإصابة 20 آخرين. خلصت العملية وهنا ظهرت قدام أيمن مشكلة تانية خالص.
أيمن هيرجع إزاي. أيمن لما خطط للعملية خطط للسلاح، للذخيرة، اللياقة، المراقبة، الرصد، التنفيذ، لكن حاجة واحدة ما كانش مخطط ليها، إنه هيرجع أصلاً، لأنه كان عامل حسابه إنه رايح مش راجع. ولكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، أيمن مازال على قيد الحياة، ودلوقتي المفروض منه إنه يرجع تاني للحدود المصرية. هيتصرف إزاي؟ في لحظات التفكير بعد ما أيمن خلص وبيخلي مكان العملية، ظهرت طيارة هليكوبتر وعربيات للدوريات الإسرائيلية، طبعاً جايين عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. أيمن جري بمنتهى السرعة بأسلوب حاجة اسمها المسطرة المتدرجة بين الصخور. أيمن لما جري ما كانش همه إنه ما يموتش، كان كل همه إنه لو اتصاب أو استشهد يستشهد جوه الحدود المصرية عشان الإسرائيليين ما ياخدوش جثته. أيمن أثناء الهروب الطيارة الهليكوبتر وسيارات الدوريات ضربوا عليه ما يقرب من 950 طلقة. كان مستخبي ورا صخرة كبيرة. أثناء اختبائه ورا الصخرة أيمن خلاص أيقن إنه هيموت هيموت. رفع راسه لفوق وبص على مكان الوحدة بتاعته، كان خلاص كأنه بيبص عليها بنظرة الوداع. وهو بيبص عليها حس بطلقة قناص بتعدي من قدام عينيه، لدرجة إنه قال أنا حسيت بهوى الرصاصة وهو معدي من قدام عينيا. ولكن ولأنه في معية الله فربنا سبحانه وتعالى نجاه. قام أيمن بسرعة وكمل جري لحد ما دخل الحدود المصرية. هنا الطيارة الهليكوبتر رجعت وسيارات الدوريات الإسرائيلية رجعت، ووصل أيمن الحدود وسلم نفسه للقيادات المصرية. وهنا أصبح أيمن قدام أمرين. الأمر الأول وهو ما وراء القانون أو وما وراء الكواليس. القادة والضباط كلهم كانوا بيحتفوا بأيمن وبيسلموا عليه بمنتهى الحرارة، لأنه أصبح أيقونة للبطولة بالنسبة لهم. تفاجأ أيمن بأن قائد المنطقة المركزية بالكامل داخل عليه وبيسلم عليه بمنتهى الحفاوة والحرارة، وجايب معاه كاميرا وبيقول له يا أيمن أنا عايز أتصور معاك عشان في يوم من الأيام أتباهى وأتفاخر بالصور دي قدام أولادي وأحفادي، وأقول لهم إني شرفت برئاسة وقيادة هذا الجندي البطل اللي شرف مصر كلها. الأمر الثاني إن أيمن في نظرنا بطل، وفي نظر كل مصر شريف على أرض مصر هو بطل وكلنا نفسنا نعمل زيه. لكن للأسف أيمن في نظر القانون مخالف، لأن أيمن في نظر القانون يعتبر إنه متسبب في خرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. والحاجة التانية، أيمن عشان ينفذ العملية اضطر إنه يتسلل لغرفة السلاح وأخذ منها سلاح وذخيرة بدون علم قياداته، وده في حد ذاته مخالف للأعراف والقوانين العسكرية. وأثناء المحاكمة كانت المحكمة بالكامل بتتصور مع أيمن، وكل الضباط والقيادات كانوا حاسين بالشرف والفخر وأيمن واقف وسطهم. حتى إن القاضي لما سأل الضابط القائد المسؤول عن أيمن وعن الفعل اللي قام بأيمن، رد الضابط عليه وقال له يا فندم اللي عمله أيمن ده عمل بطولي، وأنا شخصيا أتمنى إن أكون مكانه أو أعمل زيه. ولكن في النهاية تم إنفاذ القانون والحكم على أيمن بالسجن 12 سنة. البطل أيمن محمد حسن هو حي يرزق ومازال عايش في وسطنا، ربنا يديله الصحة والعمر الطويل. عايز أقول لحضراتكم إن كل فرد مصر شريف على أرض مصر هو أيمن محمد حسن، وكلنا بنشرف ونفخر لما نجيب سيرتهم وأسمائهم على لسان. ولحد هنا وخلصت حلقتنا النهاردة، وبشكركم جدا جدا ليكم ولوقتكم. ياريت حضرتك بعد ما تخلص الحلقة خلي أولادك وبناتك يسمعوا الحلقة دي عشان نربي جواهم روح الوطنية، عشان لما يستلموا الراية مني ومنك يعرفوا اللي قبلهم عملوا إيه. بشكركم جدا جدا، وعاش الجيش المصري، وتحيا مصر، وإلى اللقاء. سلام عليكم.